إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْأُمَمُ وَنَزِيمُ لِأَنَّ اللَّهَ مَعَنَا اسْمَعُوا إِلَى أَقْصَى الْأَرْضِ لِأَنَّ اللَّهَ مَعَنَا أَيُّهَا الْأَقْوِيَاءُ نَزِيمُ لأن الله معنا لأنكم وإن قويتم أيضا ستغلبون لأن الله معنا وأيام شورى أخذتم يبددها الرب لأن الله معنا وأي قول قلتموه لا يثبت فيكم لأن الله معنا لا نخاف خوفكم ولا نضطرب لأن الله معنا وإنما نقدس الرب إلهنا ونخاف لأن الله معنا وإذا توكلت عليه كان لي قداسة لأن الله معنا فسأتوكل عليه وأخلص به لأن الله معنا ها أنا ذا والأبناء الذين أعطانيهم الله لأن الله الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما لأن الله معنا نحن السالكين في بقعة الموت وظلاله يشرق علينا نور لأن الله معنا لأنه قد ولد لنا ولد وأعطي لنا ابن لأن الله معنا صارت رئاسته على كتفه لأن الله معنا ولا حد لسلامه لأن الله معنا ويودع اسمه رسول المشورة العظيمة لأن الله معنا مشيرا عجيبا لأن الله معنا إلها قويا مسلطا رئيس السلام لأن الله معنا أبا الدهر الآتي لأن الله معنا إن الله معنا فاعلموا أيها الأمم وانهزموا لأن الله معنا.